من اصعب لحظات حياتي. كنت متوتر جدا، كنت خايف، كنت مرعوب، ما كنتش قادر اقف قدام الجمهور، رعب، توتر شديد، مش قادر امسك نبضات قلبي شديده جدا، دقات قلبه واصله للصعيد. لحظه صعبه صعبه صعبه. كل حركه اعملها وهو طالع كل حركه اعملها جمله بالنسبه لي، عباره، وكل اكشن اعمله بشوفه مشهد مسرحي، وبشوفه ايماء. اللي عم يحكي فيه هو لا وعي. هذا ما تم على يد الاستاذ عمار شهاب. الظهور والتأثير فكرة قيمة جدا جدا جدا. أنا اشتعلت كل المراحل الصعبة. اليوم فعلا على يد الأستاذ عمار شهاب أنا أؤمن بنفسي وأؤمن بموهبتي. أنا أحمد المعز.